هاي كان المفروض أنه ينطلق مهرجان كان للأفلام سنة 1939، ولكن تم تأجيله بسبب الحرب لغاية 1946، وكان أول مهرجان عالمي ثقافي بعد الحرب العالمية. المهرجان يلي كان بيحصل كل سنة لحوالي أسبوعين هو محطة مهمة للأفلام الأوروبية وبيتمتع باهتمام إعلامي كبير، وبيحضروا سنوياً عدد كبير من النجوم والمنتجين يلي بيحاولوا يبيعوا أعمالهم. أهم جائزة تعطى بالمهرجان هي البالم دور لأفضل فيلم، وتقدمت للمرة الأولى سنة 1955 محل جائزة غران بري. وأهم جائزة تعطى لأول فيلم هي كاميرا دور يلي بتقدمها لجنة حكم مستقلة. مين قال إنه من بين الأقسام يلي بيتضمنها المهرجان قسم خاص بالأفلام يلي خارج المنافسة ويلي بتحضر بس للدعاية؟ أنا قال. شوفكم بكرة.